في البصرة لا تزال مشكلة وأزمة تراكم النفايات مستمرة، ومنها قمامة متراكمة للأسف حالياً بجوار روضة للأطفال في أحد شوارع البصرة. دعونا نتابع معاً. السلام عليكم. اليوم 9 مارس، هاي روضة اسمها روضة وحضانة الإيمان النموذجية. شوفوا يا ناس يا عالم، وراها خلفها وراها ورا الروضة هذا مجلس المحافظة، وش مجلس المحافظة مالت البصرة منطقة الساعي. الطامة الكبرى خلف الروضة زبالة، شوفوا هاي الزبالة. انزين، وين المجلس المحافظة؟ وين المحافظ نايم؟ وين الطرقاع السودة طاحت على رؤوسهم؟ شوفوا والشارع مقطوع. شوفوا يا ناس يا عالم. هاي إلى مقطع صوره أحد المواطنين أثناء قيادته سيارته الخاصة. تابعوا المقطع وشاهدوا شكل مدينة البصرة الحضرية وكيف أصبح حاضرها اليوم. السلام عليكم الأخوة في الراصد الصحفي بلدية البصرة. نحن الآن في منطقة الجمهورية باتجاه تقاطع العالية. شوفوا النفايات البصرة وين وصلت. كل الحكومات إذا تريد تختبر نجاحها لما توقع بأزمات، شلون تطلع من هاي الأزمات؟ إلا البصرة أزمة وراء أزمة، يوم نفايات ويوم أزبال ويوم ماي ماكو ويوم كهرباء، وهذا الوضع مستمر إلى متى؟ يعني إذا أنا ما أقدر أدير محافظة أعطي مجال غيري. شوف الأزبال، شوف 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 الأزبال، يعني على الجهتين أزبال. البصرة عبارة عن مكب للنفايات، إلى متى؟ ليش هيك؟ هذا مدخل البصرة في أغنى محافظة بالعالم وليس العراق على مستوى العراق. شوف الأزبال، شوف شوف الأزبال، باوع. يعني جريمة، والله جريمة هاي البصرة، وجريمة أنتوا تحكمونها. هاي البصرة أم الخير بهاي النتيجة.